يو يو يو، رجعت لكم بحلقة جديدة من سلسلة لحظة وين يو هم يقولون غيروا اسلوبكم ادري شنو، فقلت بسوي يعني حركة يعني لازم عد يلا نعيد. وصلت أسار الدين مثل ما وعدتكم، لكن قبل لا أتكلم في ملاحظة بسيطة، في ناس منكم كثار عزيزين وغالين طلبوا مني أتكلم عن أساطير مثل هودي جونز وعلاقته بديفيد جونز، وأيضا الجنرال أكاينو، وأيضا الأدميرال فوجيتورا وعلاقته بزوتيتش أو زوتيتش، راح أتكلم عنها كلها، لكن في إطار الدي، كل شيء متعلق بالدي. أسلحة الدمار الشامل، الفاكهة الشيطانية، العصر الغابر، حكومة العالم، التنانين السماوية، الملوك الأربعة، كل شيء متشابك مع بعضه. لكن شو اللي قدرت أوصل له؟ اكتشفت شخصية من الدي ما أعلن عنها الكاتب، راح أقول لكم عليها. أتمنى لما تيجي حلقتها أكون أنا سبقت الكاتب وأعلنت عنها. لما نتكلم عن الدي، هل نتكلم عنها كقدرة؟ أم كعائلة؟ أم كمملكة؟ شن هي من بين هالثلاث؟ شو علاقتهم حكومة العالم؟ بالأسلحة الثلاثة؟ بالقواصنة؟ بالممالك الثانية؟ بالعصر الغابر؟ شو علاقتهم بون بيس؟ لهم علاقة بكل شيء ذكرته، لهم علاقة حتى بالأحجار اللي تقاها روبن. عشان أتكلم عن الدي لازم أتكلم عن هالأشياء دي كلها، وما ينفع أتكلم عن شيء وشيء وأخلي شيء، لا، لازم أدمجها في سلسلة كاملة. خلونا نبدأ وشوفوا معي. أول شيء بنتكلم عنه من الأسلحة الثلاث، بوسايدون، له علاقة غير طبيعية بالدي. بوسايدون اسم خرافة إغريقية، اسمه في الأساطير الرومانية نبتون. وين شفناه في ون بيس؟ الملك نبتون بنته اسمها بوسايدون، وزي ما توضح نهاية الحدث بوسايدون أيضا اسم أحد الأسلحة الثلاثة، وهي البنت هي السلاح. شو علاقتهم بالدي؟ في العصر الغابر في واحد اسمه جيمي بوي وعد سكان اليوجنتو أن يساعدهم ويستعين بالبوسايدون لنقلهم عن طريق السفينة نوا. تعالوا نفكك الطلاسم اللي قلتها عنها. بوسايدون زي ما قلت لكم هو خرافة إغريقية، هو رمز البحار وملك البحار، اسمه الثاني هو نبتون. غضبه هو الإغراق، يغرق كل ما هو حي. في عالمنا الإسلامي هذا مشابه كثير للطوفان اللي حصل في عهد نوح عليه السلام. نرجع لون بيس، السفينة اسمها نوا، معناها نوح. شوفوا عدد الأساطير اللي قاعدة تتداخل. من هو جيمي بوي؟ وش صار في العصر الغابر؟ كل ما أبحرنا في القصص هذه راح تعرفون الدي حبة حبة. الدي هنا كمقدرة تتوضح بفن اسمه درويد. هل معناها أن مايكي دي لوفي معناها مايكي درويد لوفي؟ ممكن، بس أنا ضد النظرية هذه. الدرويد هو فن من فنون السحر، مستحيل تتعلمه، هي مهارة تولد معاك، قدرة تكون فيك، تختارك ما تختارها. شو تمكنك منه قدرة الدرويد؟ راح تتكلم مع كل شيء، سواء تظن انه حي مثل الأشجار، الوحوش، الحيوانات، الناس، الأرواح، أو ميت مثل الأحجار، التربة، الأساطير. وين شفناها في ون بيس؟ سيلفر رايلي كان يقول لروبن ان جولدي روجر تكلم مع الاحجار التاريخيه بونيكليف، لكن ايش علاقتهم؟ بونيكليف لهم علاقه وطيده بالدي، وطيده مره، وجولدي روجر قدر يتكلم مع البونيكليف وفهم منها كل شيء. لوفي في نهايه حدث اليوجنتو، خلونا نرجع الحين، في نهايه الحدث
لما كان يبي يدمر نوى واغمى عليه من الملوك البحريين او الوحوش البحرية تكلمت وقالت ان عنده قدرة الدي. واحد منهم قال اعتقد ان سمعنا وفهم احنا ايش كنا نقول. رد عليه الثاني لا، واحد بس قدر يسمعنا وكان يلمحون الجولدي روجر، يعني لوفي عنده نفس قدرة جولدي روجر. فعلا لوفي من أرلينغ بارك لما سيطر على السي مونستر اللي كان على شكل بقرة، ما ادري قصته مع البقرة والثيران زي في الحدث الحالي، المهم سيطر عليه في أرلينغ بارك، وهو من بعده يسيطر ويسيطر يتكلم مع الوحوش، سيطر على الأخطبوط، سمع الوحوش البحرية، سيطر على الثور. ترى هذه مش مجرد طرفة ودعابة حطها أودا، من فنيات الدرويد انهم يسيطرون على الحيوانات والوحوش. هل معناها ان لوفي هو مانكي درويد؟ لوفي دراجون هو مانكي درويد دراجون؟ استحاله. ليش ما نتكلم عنها كعائلة كمملكة كأسطورة؟ كلها موجودة. ايش علاقتها بالون بيس؟ علاقتهم وطيده بالون بيس، مو بشيء انا اكتشفته، كتب التاريخ تكلمت عن هالشيء. الدي اللي انا لقيتهم عندهم ون بيس. خلونا نرجع لحدث اليوجينتو. نبتون وهو ملك اليوجينتو، بوسايدون بنته هي بنت الملك وهي السلاح السري في الاساطير الاغريقيه الخرافه. بوسايدون هو اخ زوس، يمثل البناء الازدهار، او هذا كنبتون في حالة غضبه، بوسايدون الطوفان الغضب الغرق. توصلت من هالنقطة ان الاسلحة الثلاثة ما كانت للتدمير، كل سلاح له هدفين، لان جيمي بوي كان ناوي يساعد اهل اليوجينتو على ظهر نوا وينقذهم ويصعد بهم، بس شنو كان الشيء اللي راح يساعده؟ البوسايدون. البوسايدون اما للتعمير او للتدمير. طيب بلوتون نفس الشيء، اورانوس نفس الشيء. اورانوس ما ذكر في ون بيس لكني توصلت له تلميحات بسيطة. بوسايدون هو البحر، بلوتون هو الارض، اورانوس هو السماء. غضب الارض، غضب البحر، غضب السماء، الاسلحة التدميرية الثلاثة، او نعيم الارض، نعيم البحر، نعيم السماء. كيف راح تستخدم الاسلحة هذه ومن قادر على السيطرة عليها؟ قصة كبيرة راح ارويها لكم. خلونا نكمل مع احداث اليوجينتو. فهمنا ان جول دي روجر وصل في ارابستا، وصل في اليوجينتو، ووصل في سكايبيا. هذه قدرة قوية. من اللي سواها؟ لوفي. ارابستا، اليوجينتو، سكايبيا، الارض، البحر، السماء. الدي هم الوحيدين القادرين على التحكم بالأسلحة الثلاثة. إذا لوفي قدر يتواصل بقدراته مع بوسايدون، فأنا أعتقد لما نتكلم عن غضب السماء، العصير، الرعود، منه اللي شفنا عنده القدرة هذه؟ دراجون. لوفي، دراجون، الدي موجودة في ون بيس، موجودة في العالم الحقيقي كقدرة الدرويد. لكن زي ما قلت لكم الدرويد مش هي الدي، الدرويد ميزة في الدي اللي أنا اكتشفتهم. الدرويد أول نقطة في كشف سر الدي. درويد، درويد لوفي، درويد دراجون، درويد إيس. أيضا من قوتهم هو بروز شخصيتهم لما يكون على المحك، مثل ما سوت بورتيغس دي روغ وحملت ايس في بطنها لمدة سنة وأكثر، مثل ما سوى لوفي في كل معركة واستذباحه، هجومه، قتاله، روجر اللي قدر يوصل لأنه يكون ملك القراصنة، دراجون قائد الجيش الثوري، قوات الدي، التفاهم، السيطرة، البروز. هذا هو المقصود بالدي. لكن من هم الدي؟ الدي عبارة عن مملكة
انتظروني بالحلقة الجاية راح أتكلم عنها بالتفصيل وعلاقتها بفاكهة الشيطان بكل شيء بالأسلحة. في البداية زي ما قلت لكم الدي الحين عبارة عن قدرة، لما زادت الحلقات زاد توضيح. في نهاية الحلقة أقول لكم أسرار الدي، لو كانت تنقال في 10 دقائق راح تكون إذا أسرار سخيفة، أسرار الدي تحتاج حلقات أكثر. لا تتحطمون، الحلقات جاية أكثر وأكثر. ساعدوني وشوفوا الحلقات هذه، لا تنسوني من الشير والكومنت، وقولوا لي ايش تبون أضيف في الحلقات الجاية راح أضيفها. كل اللي اقترحه في الكومنت لكم مني فائق التقدير والاحترام. راح أطور الحلقات عشانكم. اليوم عرفنا أن دي هم الدرويد، شرح نعرف في الحلقات الجاية. سووا سبسكرايب عشان تعرفون. والحين أقول لكم مع السلامة، أتمنى أسبوع الجاي أكون خلصت اختباراتكم وكون حلقاتي أحلى لكم. باي باي.